تحقق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حالة فتاة ذكرت في مقطع فيديو أنها تعرضت للعنف من والدها الذي يدمن المخدرات. وكان مقطع الفيديو قد تداوله النشطاء على موقع تويتر تحت هاشتاغ أنقذوا أريج القحطاني. نتابع. أبوي مدمن مخدرات، يتهددنا كل يوم، يتحكم فينا ومعنفنا. أخواني الصغار مرضى يعنفهم، يمنعهم من العلاج ويخلينا كل يوم نتسول بالمساجد. وحاليا موقف خدماتنا بسبب ديونه، له معاملة سابقة في مراكز التثليث بتقفيل الأبواب. أرجو من الله ثمنكم وصولها إلى أمير عسير